اش تديري؟ غندير الزيف في رمضان ومن بعد رمضان. هويلي دريس اش شوف بنتك عاودي الباك اش قلتي؟ غندخل سوق راسي نقابل قرايتي و والاخوه. علاش الزيفي؟ علاش؟ باش سلاقت ما يبقاش يبسلو عليا في الزنقه. واش فيها تفتحي؟ راه هذا عصر التفتح. وعلاش ما غتدخلي سوق راسك؟ علاش؟ باش الناس يقولوا ونعمه التربيه. ها ونعمه التربيه هي تسمعي كلامنا. ما تدخليش سوق راسك. واخا. ما تدخليش لداركم بكري. واخا. ما تدخليش كاع. واخا. ما تدخليش حوايجك في السروال. واخا. بيني الشخصيه ديالك. واخا. بيني بوتك وسط البوطات. حشومة. بغيت تخطري بالك بالفقصة ياك. الله ينجيك حبيبي. دابا شنو بغيتوني ندير؟ تبلاي بالكارو الله يرضي عليك. تبلاي بالشيشة. تبلاي باللايفات. كبيسي. بيني السلعة. طلبي في الكادوات غير السبوعة. تعلمي اللغات الحية. لونجلي. هاك انتي ولونجلي. اللغات الحية هي اللي تدخل قرمومة. بحالاش؟ بحالاش؟ بحال التركية. بحال الخليجية. يلا ترجمي لي هي الخليجية. توحشتك حبيبي. ارسل لي الفلوس عبر ويستر يونيون. ترجمي. ما عرفتش. وحشني حبيبي لو سمحت عيوني ممكن تحول لي فلوس عن طريق ويستر يونيون؟ يا قلبي انت يا عمري انت. عجبناك امي في التربية بزاف. سير بنتي اميمه لبيتك سدي عليك وجهدي الموسيقى الله يرضي عليك. واخا امي. لا لا صراحة ما خليتو ليا ما نقول انت ومرتك فحل واخد فحلة. بصح امي حلفي وحق اللي غيكتب عليكم هاد المكاتب. اش من مكاتب خالتي؟